اهلا بكم معانا حبايب ميدليرن في كل مكان، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره اخرى. بنكمل موضوعاتنا في الميد اطلس، واخدنا عده مواضيع قبل كده من الابدومينال بين ومنها الاكيوت ديسنيا الى اخره، لكن بنضيف النهارده الايه الاكيوت كونفيوجن الجزء الاولاني منه. بنتكلم على بعض الحاجات اللي ريليتد له بصوره مصوره كده عشان نفتكرها، ان نمره واحد بالنسبه للاكيوت كونفيوجن لازم نضع الكول انتوكسيكيشن ايه في اعتبارنا، ويعني الالكول بيعتبر باي فار مور وايد سبريد هازارد وبيكليم مور لايفز زين حتى الدراجز اللي هي زي الكوكايين والهيروين. يعني الالكول الى الان بيعتبر الحقيقه من اخطر ما يمكن وكوز رئيسي في حالات ايه الاكيوت كونفيوجن لازم ايه نضعها في اعتبارها الالكول انتوكسيكيشن. لما نتكلم على الالكول انتوكسيكيشن، هو في عده مراحل. الايثايل الكول اللي موجود في كل انواع الالكول بيتحول لاسيتالديهايد، وده اللي توكسيك الحقيقه للبودي وللخلاياه. البودي بعد كده بيحوله الاسيتيك ايه اسيد ويعمل له اكسكريشن. طبعا الاسيتالديهايد هو اللي بيعتبر دي موست توكسيك برودكت بتاع الايه the most toxic product of alcohol. الالكول specifically بيعمل نوع من الدمج الالكول intoxication والnutritional deficiency اللي associated معاه، واللي هي غالبا بتبقى related للثيامين deficiency. الالكول بيأثر على جزء في البرين هنا، هو تاب يعمل حاجة اسمها Wernicke's encephalopathy. الورنيكس انكفالوباثي دي نتيجة دامج في الماميلاري بودلز، تبقى في نيكروزيس ونيرونال سيل ديث بيحصل، بيظهر على هيئة ايه ماميلاري بودي سينجل انهانسمنت. هنا هو تلاقوها انهانسمنت كده في الام ار اي كومبيرد الام ار اي بتاع نورمال، شايفين الايه التو ماميلاري بودلز الصغيرين دول مختلفين خالص عن الشكل ده. فالشكل ده في الام ار اي بيمشي مع الورنيكس انكفالوباثي اللي لايكلي سببها ايه ثيامين ديفيشنسي العنيفه اللي بتبقى مع الالكول توكسيسيتي عامه. سواء من الدايركت توكسيك افكت بتاع الاسيتالدهايد او الثيامين ديفيشنسي، في نهايه الامر الماميلاري بودي بتتاثر وتعمل ورنيكس انكفالوباثي اللي ممكن تبقى قاتله الا اذا لحقناها بثيامين. ولكن إذا ذكر الثيامين هنا من المعروف إن إحنا دايما ندي معاه جلوكوز، ففي معلومة ما أقدرش أعديها هنا، ألا وهي إن هو we should always give thiamine before الجلوكوز. يعني دايما أنا بعتبرها بي 1 نمرة واحد، يبقى نبدأ ببي اي 1 نمرة واحد وبعد كده ندي إيه الجلوكوز، يبقى بي 1 هو نمبر 1 وبعد كده إيه بندي الجلوكوز. ليه بقى؟ لان الجلوكوز ده بيكونسيوم الفيتامين بي 1 في الميتابوليزم بتاعه، فلو احنا بدانا بالجلوكوز فكونسيوم فيتامين بي 1 اللي هو اوريدي ديفيشنت عند العيانين دول يزود الانكفالوباثي ويزيد الطين بله. فطبعا هنا احنا لما بنيجي ندي الثيامين في حالات الورنيكس انكفالوباثي اللي سببها الكول انديوس دامج، بيقول لك always give thiamine before الجلوكوز للناس اللي عندها thiamine deficiency هنا، because glucose metabolism requires and consumes thiamine. فلذا بفكر بيها تاني يوم ما يجي لي حالة ايه alcohol ايه intoxication، وفهمنا موضوع الacetaldehyde وان هو ده التوكسيك substance فيه، وشفنا الماميلاري بودز بتبقى affected وبتظهر في الMRI لو اتعمل العيان في acute confusion وبيبان ان اهوت وشاكين في الكول، ممكن نعرف وجود الورنيكس انكفالوباثي بالانهانسمنت الموجود ده في الماميلاري بودز وقارناه بالنورمال. واتفقنا لو شخصنا او if we suspected ان دي ورنيكس انكفالوباثي هي اللي عامله الاكيوت كونفيوجن، دي فيتامين بي كومبلكس كله بيتاخد، بس بالذات الفيتامين اي بي 1 او الثيامين اهو بيتاخد، ولازم يتاخد البي 1 او الثيامين بيفور جلوكوز. يبقى ها بنفكرها لان غلطه قاتله، لو ادينا جلوكوز الاول هتبقى ايه مصيبه سودة، فلازم ايه نفكر بايه بهذه النقطه ان بي 1 اولويز بيفور جلوكوز في حالات الورنيكس انكفالوباثي عشان اعالج العيان في حالات الايه الاكيوت كونفيوجن. والى اللقاء مع موضوعات اخرى باذن الله، شكرا جزيلا.